بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها، عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا، سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، المعروف بتفسير الخازن، للإمام أبي الحسين علاء الدين علي بن محمد الشافعي المعروف بالخازن رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: الفصل الثالث في جمع القرآن وترتيب نزوله، وفي كونه نزل على سبعة أحرف. عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. هكذا ينبغي أن تكون، مقتل أهل اليمامة. وعنده عمر. إيش يعني مقتل أهل اليمامة؟ يعني عقيبة قتل أهل اليمامة. والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل فيها من الصحابة. ومعركة اليمامة معروفة، هي المعركة التي حصلت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب ومن تجمع معه من مرتدي العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معركة طويلة وكبيرة وعظيمة، وقتل فيها كثير من المسلمين. فقال زيد بن ثابت: بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر. فقال أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة، يعني اشتد القتل يوم اليمامة وكثر. إن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن، يعني في كل الأماكن التي يقع فيها قتال بين المشركين وبين الكفار. كلما ذهب قراء حفاظ للقرآن في معركة من المعارك ربما يقتلون، وهكذا يقتل القراء فلا يبقى لدينا حافظون للقرآن الكريم. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن الكثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا القرار والرأي لعمر رضي الله عنه يتوجه به إلى أبي بكر. قال: قلت لعمر، يقول أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا أحبابنا كيف بيّن الصديق رضي الله تعالى عنه السبب في اختيار زيد لكتابة القرآن. أول شيء: إنك رجل شاب عاقل، يعني أنت رجل وتتميز بكونك كامل العقل، رجل شاب عاقل
لا نتهمك، يعني أنت أمين عندنا. وهذا الذي يختار للمهمات في الإسلام يكون عاقلا قويا أمينا. يضاف إلى ذلك، نحن اخترناك لأمر أنت خبير فيه. قال قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عندنا في الإسلام أحبابنا اختيارات عبثية، اختيارات عبثية ما في أبدا. يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وهذه الكلمة التي قالها زيد تدل لنا بوضوح على رجاحة عقله، وأنه يعرف عظم المسؤولية التي أنيطت به، وعلم بأن القرآن الذي سيكتبه سيكون للأمة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا دليل رجحان عقله وقوته وأمانته وثباته، لذلك قال هذا الكلام. الله. فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. كذلك أحبابنا نفهم من هذا، ما في عندنا إملاءات دون أن نعرف الحكمة من ذلك. يعني عندما قرر عمر وأملى على صديقه أمير خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سأله لما كيف نفعل، ثم كذلك ها هو زيد، يعني عقله لم يقبل هذا الفعل، لما كيف تفعلان هذا الأمر؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني والكلام لزيد حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. وفي رواية فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا. إذا صاحب الفكرة من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، جمع رقعة، وكانت الرقع عندهم تستخدم إما من الجلد أو من الورق، وكان الورق عزيزا في زمانهم. أجمعه من الرقاع والعسب، العسب جمع عسيب، وهو العريض من جريد النخل، وسيذكر الشيخ بعد قليل الآن يعني المفردات الغريبة معنا. قال واللخاف، اللخاف جمع لخفة، وهي كانوا في الماضي يأتون إلى بعض الصخور، أنواع من الصخور، يقومون بنحتها وجعلها هكذا صحائف رقيقة يكتبون عليها، ويطلق كذلك اللخاف، ويراد به الخزف، يعني الطين المطبوخ يكتبون عليه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة، أو مع أبي خزيمة الأنصاري، فلم أجدها مع أحد غيره، لأنه كان الشرط ألا يثبت آية من القرآن إلا بشاهدين، إلا كل آية تكتب لابد أن يتلوها شاهدان، أن يشهد عليها اثنان من عدول الصحابة، والصحابة كلهم عدول. قال فلم أجدها مع أحد غيره، والآية هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر سورة براءة.
فألحقتها في سورتها. قال فكانت الصحف بعدما جمعها في كتاب واحد، فكانت الصحف عند أبي بكر حياته، يعني مدة حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال بعض الرواة اللخاف يعني الخزف كما قلنا، فسره بعضهم بالخزف. عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. إذن هذا هو الجمع الأول للقرآن، كان في عهد الصديق بمشورة أو برأي من الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. الآن الجمع الثاني للقرآن. عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني وكان عثمان يغازي أهل الشام. إيش يعني يغازي أهل الشام؟ يعني كان عثمان يجهز جيشا من أهل الشام، كان يجهز لأن الشام فتحت في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، فهنا يغازي أهل الشام، يعني كان يجهز جيشا من أهل الشام من أجل أن يفتح أرمينية. إذن قال قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، يعني سمع حذيفة فلان يقرأ كذا وفلان يقرأ كذا وفلان، اختلفوا في قراءة القرآن، وكلهم يقول هكذا سمعت من فلان وهكذا سمعت من فلان. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف. وكان أميرهم أيضا، وكان أميرهم هو زيد بن ثابت أيضا في هذا الجمع الثاني، كان زيد بن ثابت موجود وكان هو أمير الجمع، هو الأستاذ تبعهم على رأسهم. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط، يعني لهؤلاء الأربعة القرشيين: إذا اختلفتم، لاحظ أنتم وزيد، لاحظ حيث جعل زيدا لوحده في كفة والباقي في كفة ثانية، إذا اختلفتم أنتم وزيد وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل يعني القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ما بقي شيء إلا الصحف التي عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها والصحف التي موجودة كانت عنده قد نسخها الصحابة. قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت الصحف. هذه رواية ثانية. الرواية الأولى أنهم فقدوا جزء آية من سورة براءة ووجدوها مع حذيفة. الآن رواية ثانية. الله، عفوا، خزيمة، مع خزيمة ليس حذيفة، مع خزيمة. طيب، قال: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت الصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ بها، فالتمسناها بحثنا عنها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين، وهي الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. قال فألحقناها في سورتها في المصحف. قال في رواية ابن اليمان مع خزيمة بن ثابت الذي جعل، لاحظوا أحبابنا، لاحظوا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. حصلت واقعة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد اشترى ناقة من فلان، ولم يحضر هذه الوقعة أحد. بعد فترة ادعى هذا الرجل الناقة وقال يا رسول الله هذه الناقة لي. قال هل اشتريتها منك؟ قال لا. هل هناك شهود شهدوا على أنك اشتريتها مني؟ نحتاج إلى شاهدين. فإذا بخزيمة كان موجودا، قال أنا يا رسول الله أشهد. قال يا خزيمة وهل رأيت؟ قال لا ما رأيت، ولكن أشهد معك وأنت الصادق المصدوق المعصوم أنك قد دفعت له ثمنها. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بخزيمة وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني لا يحتاج إلى شاهدين آخر. سبحان الله، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. دارت الأيام ولم توجد هذه الآية إلا مع خزيمة، والشرط ألا تثبت الآية إلا بشاهدين، فكان خزيمة يقوم مقام شاهدين فأثبتوها ولم يطلبوا شاهدا ثانيا. الله. قال في رواية ابن اليمان مع خزيمة بن ثابت، طيب قال زاد في رواية قال ابن شهاب اختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد التابوه، وقال عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص التابوت، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش، يعني القرآن نزل بلسان قريش. بنلاحظ أحبابنا، نؤكد على فكرة، إذا ما عندنا تعنت، كل اختيار كان مبنيا على دليل. يعني سيدنا عثمان ما هكذا من مزاجه قال اجعلوها التابوت، قال لا، قال اكتبوها التابوت. ليه؟ قال فإن القرآن نزل بلسان قريش، وقريش تكتبها بالتاء المبسوطة المفتوحة. إذا ما عندنا اختيارات عبثية أبدا، ولا قرارات انفعالية، ولا تعنت، كل شيء مقابل بحجة وببرهان وببينة ودليل. وهكذا المؤمن يعيش، هكذا ينبغي أن تكون حياة المؤمن قائمة على ذلك. قال شرح غريب ألفاظ الحديثين وما يتعلق بهما. قوله بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، أي لأواني قتلهم، وأراد به الوقعة التي كانت باليمامة في زمن أبي بكر الصديق، وهي وقعة الردة مع أصحاب الردة، فقتل فيها خلق كثير من قراء القرآن. واليمامة مدينة باليمن على يومين من الطائف وعلى 4 أيام من مكة، ولها عمائر وهي في عداد أرض نجد. الله، لا إله إلا الله. قوله استحر القتل أي كثرة، وينسب المكروه إلى الحر، كل شيء تكرهه ينسب، العرب تنسبه إلى الحر، والمحبوب إلى البرد. وشرح الصدر سعته، وقبوله الخير. قوله فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، جمع رقعة، رقعة وهي ما يكتب فيها، والعصب بضم العين والسين المهملتين جمع عسيب، وهو جريد النخل وسعفه، واللخاف حجارة بيض رقاق واحدته لخفة يكتب عليها. قوله يغازي أهل الشام أي مع أهل الشام، في فتح إدمينية بكسر الهمزة
وتخفيف الياء إلى غير. سميت بإرمين ابن لمطي ابن لو ابن لومن ابن يافث ابن نوح، وهو أول ما نزل بها سميت باسمه، وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال وغير ذلك في ضبطها وغير ذلك في ضبطها. وقال ابن جني فيها خمسة مواضع من الصرف: التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب والألف والنون. فيها خمس موانع من الصرف، فيها خمس موانع أذربيجان، فيها خمس موانع تمنع من صرفها، من يعني معروف يعني لا تجر بالكسرة. وهو موضع من بلاد العجم يشتمل على بلاد كثيرة. قوله حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة أو مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي الحديث الآخر فقدت آية من سورة الأحزاب إلى قوله فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. فاعلم أن المذكور في الحديث الأول غير المذكور في الحديث الثاني، وهما قضيتان يعني حادثتان. فأما المذكور في الحديث الأول فهو أبو خزيمة ابن أوس ابن زيد ابن أسرم ابن ثعلبة ابن عمر ابن مالك ابن النجار الأنصاري، شهد بدرا وما بعدها، وتوفي في خلافة عثمان، وهو الذي وجدت عنده آخر سورة التوبة، كذا ذكره ابن عبد البر. وأما المذكور في الحديث الثاني فهو أبو عمارة خزيمة بن ثابت ابن الفاكه ابن ثعلبة بن ساعد الخطمي الأوسي الأنصاري، يعرف بذي الشهادتين، شهد بدرا وما بعدها، وقتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب. قوله فقدت آية من سورة الأحزاب إلى قوله فوجدناها مع خزيمة، معناه أنه كان يطلب نسخ القرآن من الأصل الذي كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. معلوم لديكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة بكتابة القرآن، وكان ينهاهم عن كتابة الحديث. الله، من الأصل الذي كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. إذن كان القرآن مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن مجموعا كما جمعه سيدنا أبو بكر وكما فعل عثمان رضي الله تعالى عنهم، لأسباب سيذكرها الشيخ لماذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قبيل وفاته. قال هناك أسباب. قال فلم يجد تلك الآية إلا مع خزيمة، وليس فيه إثبات القرآن، لاحظ، وليس فيه إثبات القرآن بقول الواحد. ليه؟ قال لأن زيدا كان قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم موضعها من سورة الأحزاب بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به الحديث: قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وتتبعه الرجال يقرأ بها. قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وتتبعه الرجال، وتتبعه تتبع زيد الرجال في من أجل الوقوف على الآية. ليه؟ قال كان للاستظهار لا لاستحداث علم، يعني كان ليتأكد لا ليحدث علما جديدا في الآية التي هي في ذهنه، لأن القرآن العظيم كان محفوظا عند زيد وغيره من الصحابة. فقد ثبت في الصحيح عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد يعني ابن ثابت. هؤلاء الأربعة حفظوا القرآن
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، أخرجه في الصحيحين. اسم أبي زيد سعد بن عبيد، وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال: حديث حسن صحيح. وتقدم حديث زيد بن ثابت، وفيه أنه استحر القتل بقراء القرآن، فثبت بمجموع هذه الأحاديث أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك جمعه في صحف واحد. لماذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في صحف واحد، في مصحف واحد؟ ليه؟ قال: لأن النسخ كان يرد على بعضه، ويرفع الشيء بعد الشيء من التلاوة، كما كان ينسخ بعض أحكامه، فلم يجمع في مصحف واحد، ثم لو رفع بعض تلاوته أدى ذلك إلى الاختلاف واختلاط أمر الدين. فحفظ الله كتابه في القلوب إلى انقضاء، إلى انتهاء زمن النسخ، يعني إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وثبت بالدليل الصحيح أن الصحابة إنما جمعوا القرآن بين الدفتين، كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا عند قوله: وثبت بالدليل الصحيح. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.